شارع أبو نؤاس من المعالم والتحف الفنية الموجودة بهذا الشارع هو تمثال شهرياف وشهرتان. مثل ما راح تشاهدون هذه التحفة الفنية اللي قلت لكم عليها هو تمثال شهريار وشهرزاد وقصة ألف ليلة وليلة. شهريار الملك، شهريار الملك قاعد، وشهرزاد قاعدة تسولف لقصة ألف ليلة وليلة. ما أعرف إذا سامعين قصتهم أو شلون صار الزواج. شهريار كان عنده أخ، فأخوه زوجته تركته، هو انقهر وراح على أخوه شهريار وسولف له، قال له أني زوجتي خانتني تركتني. فبوقتها انقهر وانصدم وأخذ موقف من جميع النساء، قال أني راح أتزوج النساء اللي موجودات في مملكتي وأقضي عليهم كليتهم، ما بقي ولا امرأة. فيعني سمعوا النساء هذا الخبر، وشهرزاد والدها كان وزير، فقال لها انه الملك يريد زوجه. قالت له اني اريد اتزوج شهريار. فقال لها شلون؟ يعني راح يقتلك؟ قالت له اني اريد، حتى لو راح يقتلني اني اريد انه تزوجني شهريار. فقبل لا تروح قالت لها لاختها ايضا، كتبي لي رساله قولي لي اريدك تروي لي قصه او حكايه. ومنها بلشت حكايتهم. صرت اسالك، تعرفين من شهريار من شهرزاد؟ اي تمثال من عندهم؟ قبل شوي قلتي لي اياها بالعكس. طبعا اتوقع عندكم تخرج، عند الصوره. مبروك، شو تخرجتي؟ ما شاء الله، عندنا صيدلانيه، خلنا نستغلك شويه بالحديث. ايش عجب جيتي لهنا؟ مكان حلو، راح ياخذ لي صور. زين تعرفين قصته؟ اي شهريار كان ملك، وكان كل يوم يعرف وحده واللي يعرفها يقتلها. فشنو؟ شهرزاد كانت ذكيه، كانت تحكي له قصه وتقول له بشرك كملك اياها. لحد ما صارت الف ليله وليله، يوميه تحكي له وتكمل لحد ما احبها. ما كتبت صح. شوفي احنا النساء شلون؟ اي طبعا اي بس يعني مو مكاره، احنا مو مكاره، احنا نساء نفكر بذكاء. زين ليش سموا هذا الشارع بشارع ابو نؤاس؟ سموه شارع أبو نؤاس نسبة لأهم شعراء العصر العباسي واللي اسمه الحسن بن هاني بن الصباح والملقب بأبو نؤاس. شارع أبو نؤاس، هذا الشارع هو من أشهر الشوارع اللي موجودة في العاصمة بغداد. جماليته أنه هو محاذي لنهر دجلة. للأسف يعني بوقت سابق الظروف الصعبة اللي مر بيها العراق، جبرت القوات الأمنية تغلق هذا الشارع لفترة من الفترات. بعد 2008 انفتح الشارع وبلشت العوائل تجي لهذا المكان. وأهم فقرة صارت بشارع أبو نؤاس هو كورنيش أبو نؤاس اللي صار متنفس للعوائل. مكان يعني مجاني، تقدر تدخل به العائله ترفه به عن نفسها، تجيب جدر الدولمه، جدر المخلوبه، تجيب المشاوي. كثير من الاشياء اللي موجوده بكورنيش ابو نؤاس خلت العوائل تلقى متنفس لها. اللي ما يعرف الوقت، هاي الساعه موجوده يقدر يعرف بها الوقت. ابو نؤاس جميل، واحلى شيء بي انه هو محاذي لنهر دجله. يعني دجله يا ام الخير، دجله الخير. طبعا كلام كل العراقيين بس يشوفون نهر دجله يقولون ها ما
المي نازل، لا المي صاعد، المي نازل، المي صاعد. هاي مقولة كل العراقيين لما يشوفون نهر دجلة. طبعا شارع أبو نواس ما أريد أتحدث فقط عن كورنيش أبو نواس، شارع يمتد من نهاية شارع الرشيد لغاية جسر جادرية. يعني هيك واطيرهن خطايا ويروح رزقه. طبعا هنا عندنا لعبه يعني اغلب العراقيين لاعبيها، منهم كبار منهم صغار، لازم يلعبون حيه ودرج. سنلعب حيه ودرج.